شو التهم المنسوبة للسجناء؟ عصيان، تمرد، تخريب. انتوا المخربين اللي عم ينزعوا الحياة بالشام يا حيوانات. كيف بتتجرأ تعصي الأوامر؟ سيدي سيدي أنا خايف سيدي. أنت شو؟ وأنت شو؟ أنا سيدي بالضعف والتعذيب حتى لو ماتوا. حاضر سيدي. شو عم يصير؟ شو هالفوضى هي؟ طلاب عم يتظاهروا مثل عادة سيدي. فرقوا هالمهزلة بسرعة، مفهوم؟ حاضر سيدي حاضر. عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت سوريا حرة مستقلة! عاشت عاشت عاشت! شو هالفوضى هي؟ كيف كنتوا ساكتين كل هالوقت على هالمهزلة؟ سيدي في تعليمات عليا لعدم التعرض للمظاهرات السلمية لأنه بتعتبرها مظاهر حضارية وديمقراطية. هذا مو هون يا فخري، مو هون. لازم يكون في تعليمات جديدة. كلامك صحيح سيدي، شوف تشوفه. لازم نوجه رسالة كتير واضحة لكل المدارس وإداراتها وكل المسؤولين عن التعليم بفصل أي طالب بيشارك بهالمظاهرات والمهازل. اعتبره صار سيدي. كيفك لك اختي؟ اهلين تقبري قلبي. شو هذا مطالب؟ انت عم تشطفي؟ ايه شو فيا؟ لقيت طاووس خدت حالي بعمل لها شطفي. شو فيا؟ رح تجنني؟ انت حبلي ولسه حبلك باوله. لا والله لو كانوا خالتي ام سليم وامك ام صبوح بعدهم عايشين لهلا كانوا عملوا لك طنه ورنه على هالعمله. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. المشكلة لك اختي ما بحسن اقعد بلا شغل بطق، ما بحسن اقعد بلا شغل. إيه احنا ما صدقنا مسك حبلك بعد كل هالسنين. بركي هيك رب العالمين بعد اسمه بيطعمك صبي كلهم كم شهر ويمضوا على خير. ولك اختي خففينا شغل اختي ام طالب. برحمه وش السعد ديري بالك على حالك وعلى صحتك. ان شاء الله بتقبر قلبي. لو كانت بعد عايشه لهلا كانت هلا بنت صبيه بتاخذ العقل عمرها 16 سنه. لك اختي ام طالب الله يخلي لك مريم وصالحه وان شاء الله باذن الله الله بيطعمك هيك بنت وصبي بدل وش السعد. والله يا اختي اذا رب العالمين بيطعمني بزينه بنات وبزينه صبيان ما بينسوني وش السعد. هدول البنات عن اذنكم رح افتح لهم الباب. انا بفتح. لا خلي عنك تقبريني انا بفتح. الله يصلحك يا عم احمد، ضروري تجيبي سيره وش السعد قدامها لام طالب. المساكين مرق على موتك بنتهم هالقد سنين ولهلا ما قدرانين ينسوها. هي والله معك حق، زله لسان الله يخزي الشيطان. لا حرام، بيقولوا ابو طالب كل ما اجت سيره بنته بتغرغر عيونه بالدماء. الله لا يلوع مخلوق على محب. امين يا رب العالمين. يعطيك العافيه امي. الله يعافيكم يا حق. الله يعافيكم. ايدك يا مو. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. عندنا جوا جاراتنا ام احمد وام صابر. منيح بركي بيساعدوني عليكي. شو بدهم يساعدوكي علي؟ بحكوا
لكم شو بكم ليش هيك عم تطلعوا بعضكم وتشوفي؟ يا ام مريم مثل ما هذا ما له حابه كارل خياطه. هي علينا على هالسيره، ما كنا نعرف نخلص منها. لك امي ما بحبه لهالكار، ما بحبه. شو بالغصب بدكم تعلموني اياه؟ اكنت ما درست وتعذبت. وطي صوتك، حابقول لك عم بشوفوا شغلاتنا. يلا فوتوا فوتوا سلموا عليهم. حاضر فوتوا. السلام عليكم. اهلين اهلين. شلونك حالتي؟ كيف حالتي ام احمد؟ اهلين حبيبتي. اهلين يا عمري. اهلين اهلين يا ميت. اهلين وسهلين. يسلم لي هالوش انت وياها. اسمعوا على هالسيره، قال مريم خانو ما بدها تكمل تعليم كار الخياطه. يو هلا الحكي لك خالتي، في حرمه بالدنيا ما بتتمنى تتعلم كار الخياطه؟ لك كار الخياطه كنز بايد المره لك خالتي. لك وبكره ان شاء الله بس تتجوزي ويصير عندك اولاد، مين اللي بده يخيط لاولادك وجوزك؟ هلا اذا تركتي من عند معلمتك رح تقعدي بالبيت لا شغله ولا مشغله. ايه شو ما عملت اعمل والله مالي حاببته لهالكار. اسمعوا على الحكي، الموها مصلحتها لبين ما شق الطبخه عاملي سجقات كمان عم تطبخي لك ام طالب. اسمعي كلمه امك ولخالتي، الحرمه يلي ما معها كار الخياطه مثل الحرمه يلي ما بتعرف تفك الخط. عن اذنكم بس لنغير اواعينا مشان نساعد امي بالاكل. تفضلوا حبيباتي. ما شاء الله عليهم، كل ما عم يكبروا عم بيزيدوا جمال وحلا. نعمل لهم متبل الله يرضى عليك. ايه لك عم تقبلين. اجا عمي حمزه. سبحان من زرع المحبه بقلوب البشر. قديش هالبنت متعلقه بعمها. حبيبه قلبي. بزمتي بديني فرحت لك من صمصيم قلبي يا مال الشام. وجاي بارك لك بالنجاح رغم انه شغلي لفوق راسي وعمك ابو حسام ما بينترك لحاله. تقبري قلبي الله يبارك فيك يا حق. قولي لي تقبري لي تعي. ستك ام عباس كيفها؟ مثل العاده خلقها بروس فنخيل. ربي يشفيها ويعافيها وترجع توقف على رجليها من اول وجديد يا رب. من تمك لابواب السما. الله يسلمك. قولي لي مال الشام وعمك حمزه كيفه؟ يقبر قلبي طاير عقله من الفرحة، وخصوصي اني رحت لعنده على الفرن وفرجيته الشهادة. لك لك عمك حمزة عنده ياكي بغلى عيونه، بعدين هو عمك مثل ابوك. يو ايه والله مزبوط. ايه خالتي بس بدي احكي لك شغلة بيني وبينك. قولي تقبريني. شوفي عمي حمزة كل يوم متأخر على البيت، وانا والله العظيم عم بقلع عليه كثير. تقبري عيوني، ديك عمك حمزه صار رجال قد الدنيا، بيكون عم يسهر مع رفقاته. قلتي؟ ايه لكن تقبريني وين بده يروح لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين بنتي أم حسان. أهلين أهلين. يا تقبري عيوني. أهلين حبيبتي. أهلين. عن إذنكم رح علق على الكوسايات وراجعتلكم. إذنك معك تقبريني الله معك. أخي القلبي. إيه أختي مبارك نجاح مال الشام وعقبال ما تفرحي فيها يا حق. الله يبارك فيك. كيفك أختي؟ كيف وجوزك أبو حسان؟ آخ يا أختي آخ، بيني وبينك والله أبو حسان على طول مصبص، الله يعينه ويساعده. المهم تقبري قلبي، أنت كيف صحتك؟ كيف عافيتك؟ والله أنا صحتي كل ما لها لورا، وغياب حمزي عن البيت كل يوم والتاني رح يقصر عمري أكتر ما له قصير. لك يا تقبري قلبي، حمزي صار رجال وإله معارفه وأصحابه، وين بده يروح يعني لك أختي؟ وين بده يروح؟ والله أنا كل خوفي يكون صار مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساوية. يو معقولة؟ هيك قلبي عم يقلي، وخايفة يصير معه شي مكروه لا سمح الله، ومالنا معيل غيره من بعد رب العالمين. ما بكفي أخوه الكبير يلي راح وحرق قلبي عليه، وأنا رجل هون ورجل بالقبر، وكل خوفي على مال الشام من بعدي. شو أعمل لك أختي شو أعمل؟ يو أنت التانية لك أختي، لا تسوديها كتير، خلي إيمانك بالله قوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. معقول عمي حمزة يكون مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساوية بدون علمنا؟ لي على قامتي والله روحي متعلقة في أنا، إذا بيصير له شي والله بجن. يقبر قلبي الصوت شو حنقول. السلام عليكم. عنك عمي إيدك. الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي يا مال الشام دنيا وآخرة.
ويبعث لك ايام حلوه مثل هالوش الحلو. تقبر قلبي والله مكتر اغراض كثير. ما في شيء بيغلى عليك يا عمي، بدنا نحتفل احتفال كثير كبير ويكون على قد هالمناسبه. بتصلي لي الله قلبي من جوا فرحان من الراحه. ايه ما بكفي بعت لنا كوسه وقطايف ومحاشي ولحمه؟ لا ما بكفي، لك انت ماري شامل غاليه. تقبر قلبي ان شاء الله، الله يخلي لي اياك. اجت خالتك محسان؟ ايه شحجوها. ومن عباس طمنيني كيف اليوم؟ مثل العاده لا اخلاقها. واللي مزود عليها اكثر تاخيرك على البيت، عم يغلي قلبها وقلبي كمان. مال الشام هي السيره بتسكري عليها على اخيها شوي بعدين نحكي فيها. اجي حطي الاغراض ببيت المونه وتعي لقلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايدك امو خليني. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ايدك خالتي. لك تقبر قلبي شو مرضي. خليني اياكي. مال الشام تعي لقلك. تعي شوفي شو جبت لك. شوفي لي هالطوب. تقبر قلبي ان شاء الله بياخذ العقل. بس انا والله ما بدي غير سلامتك. انت بتستاهلي عمي، بتستاهلي، وهذا الطوق بليق بنجاحك. يا سلام يا سلام على هالطوق شو حلو. يا عيني يا عيني على هالطوق شو حلو. يسلم ودياتك. تقبرني شلون عمي؟ ان شاء الله عجبك. تقبر قلبي بياخذ العقل. يلا لكان اشتحي لي هالطوق اللي برقبتك والبسي هاد خلينا نشوفه عليكي. بس انا هذا الطوق ما بحب اشرحه عمي. لك عمي هذا الطوق اللي برقبتك انتيكا وصار قديم وما في غير هالخرزه. عمك معه حق يا مال الشام. هذا الطوق يلي برقبتك صار له اكثر من 14 سنه. يو تخ. بس انا والله بحبه. مو انتوا قلتوا لي انه هذا من ريحه ابي؟ والله اللي عم تحكيه يا مال الشام مزبوط. بس كمان عمك حمزه اشتهالك هالطوق. انا برايي تلبسي وتقبلي. عمي الطوق مقبول منك بس انا هذا الطوق ما فيني اشرحه. خلص خالتي خلص يا امو اتركوها اتركوها على راحتها. اسمعي عمي البسي هالطوق وشوفي عجبك عجبك، ما عجبك ببقى بجيب لك واحد غيره تكرم عينك. لا يو عجبني كثير بياخذ العقل والله. بس انا هذا الطوق والله ما فيني اشرحه. مره واحده شرحته حسيت حالي مثل الضايعه. بعد ما اطلعت على بعض الملفات بخصوص المخربين تبين لي انه في تسيب واضح وكثير كبير بما يخص هذا الموضوع، لانه من غير المنطقي قواتنا الفرنسيه تعجز عن كم مشاغب ما بيمتلكوا غير اسلحه خفيفه وبعض الذخائر. معك حق سيدي، بس على حد علمنا ومعرفتنا انه ما بقي طريقه الا ما جربناها معه. بس ما في جدوى. كلام ملازم عابد مضبوط سيدي. كان من الملاحظ انه كل ما ازدادت اعداد الجنود كانوا يزدادوا اعداد المخربين. تحت اي ظرف من الظروف ما بصير نسمح للمخربين انهم يكبروا وينمو ويتحكموا بمصير شعب كامل. على كل حال اللي صار صار، ومهمتنا هلا انه ننتهي من هي الجماعات. نحن بخدمتك سيدي. امرك سيدي. لهالشيء انا اصريت انه يكونوا مساعديني من السوريين الاشداء والامناء والموالين لفرنسا بشكل كامل. هاد شرف كبير لنا سيدي. ان شاء الله نكون عند حسن ظنك سيدي. انا متاكد من هالشيء. هذا الشيء اللي بنتمناه سيدي. شكرا على اهتمامكم سيدي. واجب الشعوب المتحضره انها تنهض بالشعوب الضعيفه والمتخلفه. معك حق سيدي. بس ما فينا نباشر بعمليه تطوير ونهضه بلادكم قبل ما نتخلص من كل العصابات الجاهله والمتخلفه. ونحن راهن اشارتكم سيدي وبانتظار تعليماتكم واوامركم. من بكره الصبح بتطلبوا من كل رؤساء مخافر حارات الشام يسلموا كل العصابات الموجودين عندهم وبعدين لنا كلام ثاني. أمرك سيدي. حاضر سيدي. ما بدي تساهل بالموضوع أبدا. أمرك سيدي. مفهوم سيدي. تفضل. احترامي سيدي. كأنك مو على بعضك. في شي زعجك عبد؟ أنت في شي زعجك؟ لا سيدي أبدا. خلص معناها أنسى. أنا صاير حساس زيادة عن اللزوم سيدي. ممكن تحكي لي؟ لأنه بتعرف مكانتك عندي عبد. أنا لما الظروف جبرتني ألبس هاي البدلة كنت بعرف تماماً أنه رح أدفع ضرائب بكتير وكبيرة كمان، بس ما كنت عارفه أنه لازم أقتنع بشي هو بالأساس غلط. سيدي ما فهمت عليك، ممكن توضح لي أكثر؟ صح أني دولة قوية إيه،
ومن كم سنة وجر صاروا متحطرين، بس ما نون جايين يحطوا إيدهم بإيدنا لينهضوا بارتقاء أمتنا نحو التمدن والتحضر، لأنه التمدن والتحضر بعمره ما أجا لا بالقتل ولا بالضرب ولا بالدم. واللي بده يحكي عن الحضارة والعلم لازم تكون ذاكرته كتير قوية أو قاري تاريخ منيح عشان يعرف منين طلع العلم ولمين بده ينعطى. سيدي يمكن معك حق، بس أنا بشوف الموضوع من ناحية مختلفة تماماً. اللي هي الموضوع ما له علاقة بذاكرة أو بتاريخ، الموضوع هو ميزان، واللي بترجح كفته أكتر بهذا الميزان هو اللي بيقرر، وهن الراجحة كفتهم وكتير كمان. نحن ضروري نكون معلي كفته الراجحة دائماً؟ بعتذر منك سيدي، بس أنا وأنت ولا شي بهالميزان وما منأثر على شي. عن إذنك سيدي. Colonel Michel, comme vous voyez, la route est bloquée. Mais c'est vrai. Effectivement. À vous d'en trouver une solution. À vos ordres. Soldats! Nettoyez immédiatement la route. اسمعوا، الأرض مزنرة حواليك بالنار والبارود، وأي تصرف طايش حيكون ثمنه حياتك. عم تفهم؟ حتكون بضيافتنا يومين ثلاثة لبين ما تتنفس مطالبنا معزز مكرم، وإذا ما تنفست مطالبنا ساعتها إلا معك حكي تاني. وقت أتنفس كل مطالب، بس تركني روح. مطالبنا هي الأسرى، الأسرة اللي بتشوفهم يا ظلام، كل الأسرة. وغير هيك بيننا وبينكم النار والبارود. بوعدك نفس كل المطالب، وعد من الحاكم العسكري. عليه عليه بوت اكسلونس، مونتي دون لا فاتور. سولدا اوعى حدا يتحرك، خاتو بين ايدي. هو بيكون بالبيت؟ ما بعتقد، بيكون بخان السجاد. يلا روح لنشوفه بالخان. شرف. Ce qui se passe n'est pas acceptable du tout. Je veux ces saccageurs le plus rapidement possible. Colonel Michel, vous devez me chercher ces saccageurs, vivant ou mort, ça m'est égal. C'est clair? C'est clair, votre excellence. Allez-y. Votre service. والدتكم ما حقلك عمي، ما بيصير بعد ما كبرتكم وربتكم تتركوها لحالها. يعني ما لازم ناخذ بتار ابونا يا عمي ابو طالب؟ انا ما قلت هالشيء،
دم ابوكم فرض واجب عليكم انتوا الاثنين. طيب والعمل عمي؟ جنابك شفت اليوم شلون بدر الدين الزين، مع انه وحيد امه ومع هيك حاطط روحه على كفه لياخذ بتار ابوه. انا عندي حل جايز يرضيكم ويرضي الوالده. ايدي بزنارة خدقلي شو الحل يا عمي ابو طالب. اخي واحد منكم بيدير باله على الوالده وعلى الدكان، والثاني بتولى موضوع الوالد. معناها انا بتولى الامر. ليش مو انا لك اخي؟ انت صغير لك اخي، وراك علام ودراسة وخلافه، وانت لك اخي وراك الدكان. لا تاكل هم الدكان. شلون ما اكل هم الدكان وهي اللي معيشتنا لك اخي؟ الله اللي معيش. عمي لا تختلفوا انت وياه، الحل عندي. شرف عمي، هاي طرام وهي نقش، انت شو؟ نقش عمي. اذا اجت نقش انت بتتولى موضوع دم الوالد رحمة الله عليه، واذا اجت طرة انت بتتولى موضوع الوالد. ماشي نقش. يسعد مساك يا سيدي. جنابك حط لك تتعشى؟ لا 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 ما في داعي. بس ما بصير، لازم تتعشى. أم عماد ليش الإلحاح؟ قلت خلص ما في داعي. أيوة معناتها رح ساوي لك كاسة عصير مشموش ورح يحب قلبك كتير. D'accord, d'accord. Ma chérie. France, pourquoi tu es en retard? Tu m'as tellement inquiété. Merde, merde. Le gouverneur militaire s'est exposé à un attentat d'enlèvement. Le gouverneur militaire? Dis-moi que tu plaisantes. C'est dangereux? Oui, Camille. C'est dangereux, mais c'est produit. Mais qui ose faire un tel acte? Jusqu'au moment, personne ne le sait. Je dois attraper le coupable rapidement. Bien sûr. Mais ça ne va pas être facile. أحلى وأطيب وألذ كاسة عصير مشموش لجنابك. شرف. شرف. دوق. دوق وادعي لي. إن شاء الله مطرح ما يسري يمري إلهي. مرسي.